أعلن مؤخرا بطل مسلسل حبيبتي من تكون نيل بهات، والذي يلعب دور فيرات في المسلسل الذي يعرض على قناة ام بي سي بوليود، زواجه من زميلته في المسلسل إيشواريا شارما، علما أنهما كانا مخطوبان منذ عام بعدما كان قد أعلنا خطوبتهما في شهر يناير من عام 2020. ومن المقرر أن يتزوج نيل وإيشواريا هذا اليوم، أي في 30 من شهر نوفمبر من عام 2021. وقد بدأت فعلا احتفالات الزفاف، حيث دارت إيشواريا بلباس أخضر لامع والحناء تملأ يديها، كما أنها قد ظهرت كذلك وهي تقوم بطقس الكركم وفق زوجها نيل وأفراد عائلتها وعلى رأسهم والديها. هذا وقد انتشرت صور أخرى تجمع كل من إيشواريا ونيل وهما ملطخان بالكركم، علما أنه يعتبر طقس رئيسي لإقامة الزفاف الهندي أيام قليلة قبل الزواج، الشيء الذي يدل على تشبثهم بتقاليدهم وطقوسهم الهندية واستعدادا ليوم الزفاف.